السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. نقدر نقول لكم صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طبعا هون في كلب، ليش ما موجود؟ غريبة. اليوم بدنا نكمل مشوار مهمتنا في مزرعتي. طبعا هي خلصت شغل، هنا ناخذها لهنيك وخلينا نشيك على باقي الماكينات ونشوف اللي صار فيهم، شو عم بيشتغلوا شو ما بيشتغلوا. حلو، هذا تقريبا الارض راح يخلصها. طبعا في ارض القطن راحت، ده تمام، هذا لسه فيه فاضي. روح انت كمان اتكل على الله. تماما، هلا خلصنا قلبنا وضبطنا تقريبا، شغلنا كل شيء. طبعا ارضنا المحصول الزراعي تبعي طلع، ما حاطينهم فيلد، اما حاطين فيلدز. يا لها من خطأ، يا لها من خطيئة. هاي بتشتغل او بتشتغل؟ تعال تعال نروح نرش فيلدز قبل ما يطلع الموسم. نعم على المصيبة، شلون نسيت انا بحط فيلدز؟ يا الله، بس ما اطلع محمل اجير. نعم اطلع، ما في عنا فيلدز يا شباب، فيلدز ما في. تمام، هي فيلدز. معقول ارضي انا ما حطيت لها فيلدز وحطيت لاراضي الناس فيلدز؟ المهم اليوم راح نكملها. اتوقع انه اليوم، لا اليوم صعب صعب صعب، بكره 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 فيديو فيديو، مو بكره يعني بينزل بعد بكره، راح اكون ختمت اللعبه او ختمت ال 200 الف جبتها. تمام جانم، تيسر روح. طبعا هون هذا لسه عم بيشتغل، خليك عم تشتغل. هون صاحبنا عم بيشتغل، هذا لسه عم بيشتغل، هذا صار في معه انتاج منيح. طيب خلينا نروح افضي. اول شيء بدي اروح اجيب التراكتور الموجود هون، مو انت ولا انت، ياب هذا هذا، خلينا ناخذه واحطه بالارض اجهزه. انا يمكن مسكت عقد بس لسه ما اشتغلت فيه على ما اتوقع، هيك اخر مره انا مسكت عقد وسكرت. فهلا بنتاكد من العقود اللي عندي. ايش هيدا الجيل خلص شغله؟ هنا جي والله، هذا شغال هذا شغال هذا شغال. هي اللي خلصت شغلها، معقول خلص؟ طلع المحصول، ياب. نعم ايش هالطعجي. لما طلع المحصول، طبعا في سيارة صارت عندنا فيها 80% اللي هي هاي، فاروح نفضيها. يا الله هذا الموسم ما اطوله. بس معلم انا من حق الشوندر انا بطالع، ها مربح كبير حلو يعني، مبالغ كويسة يعني، ما بتوقع كتير ضل خلص. شفتها بالعقد، اوه شفت. نزلي لي نزلي لي نزلي لي نزلي لي، يلا بنشوفك ان شاء الله بالمونديال الجاي. يلا خلينا نروح نتكل على الله. وين كان هي موقعها؟ انا بشغل الخريطة. موقعها تحت. طبعا طريق ثاني ما في، الطريق القديم نفسه. بنضل سوي 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 سوي. بطلع من برا بسوق احسن. طيب ما تعطوني رايكم بلعبه سورون سون ران سون ران ايه سون ران اكس مان، ما تعطوني رايكم فيها، عجبتكم ما عجبتكم؟ عم تستمتعوا بالمشاهده؟ مشاهدتها تبيض طبعا بعرف، بجوز ما بيصلكم اشعارات، ما بعرف، عم ببرر لحالي تبريرات فاضيه. فاتمنى انه يعني يمشي حالنا فيها. الله السرعة، 82 قوم في عم بحكني.
طب بس في شغلة أنا بدي أطلع عليها قبل ما نبلش نبيع. الشواندر السكري اللي هو وينه؟ هذا هو. أعلى سعر وين؟ أعلى سعر بورت نورث. والله هذا 200 و ترين ستيشن اسمه. ترين ستيشن ميل. وينها ترين ستيشن ميل؟ ترين ستيشن ميل هون. هون هي حطت قطار مو عليها، يمكن حطت قطار هون. حق الضعف. واو والله والله يا معلم فيها مربح. وين هاي العقد تبعي؟ اتوقع هذا هو. مو رقم الارض شقد كانت؟ عشرة بيشتغل فيها. فالعشرة صار 67%، 14.77. هون لسه ما بلشنا في ارضها رقم 22، ان شاء الله نبلش فيها. لا تقلق، هذا خلص يا رب. هلا بما نرجع على الارض يكون خلص الزلمه العقد، يعني خلص حصدته. بس هاي ما نقدر نعمل له كولكت. مو ما نقدر نعمل له كولكت، تروح الماكينات من ايدي. بعدين بضطر استاجر انا. يا الله يا رب كان ندوس في الرجعة البيت. يا خدي عم بمشوف، عم بمشي بسرعة. هاي لو من جوا كانت لقيت سيارة بتهز يمين شمال، ما عرفت اسوق. بس عملني من برا عم بعرف اسوق. يلا يلا. طبعا في شغله نسيت كمان احكي لكم اياها، في عنا بالة قطن طلعت، يعني لازم اليوم نخلص كل هذا الحكي. فاليوم ماني مسكر التسجيل حتى اخلص، يعني حتى لو شفتوا انتوا الفيديو بدون صوت سوف استمر. هذه خلصت؟ يمكن خلصت. شو هناك جاري ان شاء الله، بس ما تكون وقفت. وقف بده يوقف، ما اظن يعني ما مستحيل الحق لو كنت. شغل لي الضوء الاصفر حتى. خوش جولدنيز مرحبا. طيب نشوف هي حلو، ما ضل عندها كثير مسافه. طب خلينا نروح نحمل اول طبليه في سيارتي. ايوه نايس. طيب نروح نبيعها ونرجع. وين كان مكان البيع؟ وين كان مكان البيع؟ اللي تحتي تماما. بضل ماشي على الطريق بوصل. يا هم لالي. بس غريبة ما اعطوني سيارة كبيرة، ليش ما عرفت؟ اي خلصت انا. اي حصادة؟ يمكن حصادة. طوب بالك. او خلينا نكمل نروح نبيع هاي ونوديها، عفوا مو نبيعها، نسلم اياها. واتوقع لازم نضل سيوي هون. يب هيك. اوه غلطت يا معلم. والله غلطت. لم طلع اليسار. يلا عادي وحشنا هذا الشارع. هذا هو المعمل. دخلت له المعمل. هذا المعمل هون. منسوفك 40%. بس خلينا نصفي هون قبل ما نكمل فيها. في عنا حدا خلص شغله تماما. انت خلصت شغلك؟ والله ممتاز يا معلم. بدك تروح تحصد لي ارضي. وقف انت هون شوي. وما ايش صاير هون؟
والله ما تحرز يا عم تسقي العشب انت يا زلمة. اشوى عم بيحط له العشب كان المجنون. طيب خلينا نروح على الثاني. حلو خلصنا هون العقد الثاني. ضل بس عقد او بس ما يكون وقفت كمان لان تركت السيارة في وجهها. يا الله منيح منيح جيت على اللحظة المناسبة. تا 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 طوبة خلينا نعبيها بس خلينا نعبي منك شوي. يا ابن الحلال هدي. طيب هدي شوي. لا اله الا الله. كل اللي بدنا اياه شوي منك. عبي يلا بنشوفك على خير. روح خلينا نصفها هون ونروح نجيب هذيك ال انت كبها مو كبها. طبعا القطن وين سعره حلو؟ نشوف القطن وين سعره. القطن 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 ايش سعره؟ والله نسيت. القطن 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 اتوقع هذا هو القطن. اتوقع ذلك يعني حقه 2000 ما في غيره اساسا. طيب خلينا نروح. خلينا نفضي هاي. والله بنروح بنحطها على الشو اسمه. بنحطها على الشو اسمه ونرجع على الشو اسمه. نحطها على الشغل مو على الشو اسمه. ايوه انت يا قبل ما انت يا معلم هروح نفضي الصينية. الصينية رح تتعبى لانه هي في سبدة 2 يا امها لالي. روح نفضي الصينية ونجيب سيارة تانية. طلع الوزن شلون كابس بالنص. يا لطيف في وزن والله يا معلم. يلا يلا بنوصلها ونرجع لا تقلق. وي 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 بس ما عبينا منيح. شوفوا معلم الشوفير لازم يطلع الباكيت ما ينزل عليه مباشر يطلع منه يضل ماشي عليه شوي شوي تطلع منه لان من رجعت منه مباشر قلبت. فهي مشان تاخذوها قاعدة قدامكم بالقيادة الحرة يعني مثل ما انا سايق. عرفتوا شلون؟ شوفوا ايوه شغل غماز يمين. ايوه طفي الغماز. صار خسرنا 4000 ولسه لحد الان ما ربحنا ولا ليرة حرفيا ولا ليرة. عم نخسر مصاري وما بيجينا مصاري. ما بدنا معلم بس ترجعونا حق الميتور. يما على المنقل مرقته. تعال شوف يمين فوق من هون.
لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.